هاد الشيء اللي سمعت انا على الارث واش خصو يكون في حراج ولا في حمراء؟ هي مزيان يكون في حراج ولا في حمراء، لان المراه كتهز الوالدين ديالها اكثر، المراه ما تخلاش الى الوالدين ديالها، كتهزهم باي حاجه، فهمتي؟ مزيان هذا القانون، انا عجبني مزيان. وفي القران ما كايناش هذا الشيء، هذا في القران في كلام الله ما كايناش هذا الشيء. المراه خصها تطيع راجلها وتسمع الهضره ديال الراجل ديالها، ومن جا هذا القانون الجديد او كيبقى كيشرعوا كلام الله. كلام الله كاين، الراجل كيدي قسمه والمراه كدي نص قسمه، وفي هاد الشيء هذا الحكم ديال الله ما كاينش. ماشي مع هاد الفكره هادي، في نظر ديالي انا نبقاو تابعين للدين ديالنا هو اللي غادي يمشي لنا في الطريق اللي مزيان. اما واذا تبعنا الثقافه على برا راه ما غادي نبقاو نخربقوا السهل. ممكن انها كاين فيه بزاف ديال، لان حنا خص نكونوا اصحاب ميدان، اصحاب تخصص، باش غادي نحكموا على واش المراه ممكن لها تارث ولا ما تورثش. الحكم كيبقى ديال شرع الله، هذاك لا نقاش فيه، ولكن المتخصصين هما اللي كيتحدثوا في هذا الامر. هذا بالنسبه للمراه واش تورث ولا عندها الحق الكامل في انها تورث، ولكن النصيب ديالها ربما نصيب شويه ما عرفتش، على حساب، لان بحكمي انني ماشي متخصصه في الميدان ما يمكنليش نحكم ونجزم بانه يعني شنو خصو يكون وما يكونش. يمكنش المراه دورت بحال الرجل في المغرب، ما يمكنش، يعني ما نقدروش نقارنوا الولد بالبنت، لا ما يمكنش، لا في اي ناحيه. لا يعني حيت الحاجه اللي الله سبحانه وتعالى في القران كاينه ما يمكنلاش كلاش تبدل، اللي قال الله سبحانه وتعالى هو اللي عادي يكون. لا حسب ما يمكنش، يعني مستحيل تبدل الحاجه اللي مكتوبه في القران، يعني مستحيل تبدل. الراجل عنده قسمتين على المراه في الشريعه، ياك؟ اما هذه المساله ديال اللي ولات دخلت فيها الاحوال الشخصيه وشي مساله هكا، وهاد القوانين اللي جات من الغرب، زعما كيقدر بنادم كاين اللي كيأيدها وكاين لا. انا بيرسونيلمون انا جو سو كونتر، داري انا ما كنظنش ان الناس اكثريه الناس غتبنى هاد اولا غتأيد هاد الفكره. احنا انا ضد الفكره ديال ان المراه تساوى مع الرجل نظرا لعده اعتبارات، وكنعرفوا ان الجمعيات الحقوقيه وخصوصا الجمعيات النسائيه يعني كتلقى اموال من دول بلا ما نذكروا بعينها. كتعرفوا ان الدوله المغربيه الرمز ديالها هو الاسلام، الاسلام، حنا دوله اسلاميه، ما بغيناش نشوف هذا الطرح ديال المراه ولا، يعني كاين خلفيات وراء هذا القانون الجديد. موضوع مساواه في الارث ما بين المراه والرجل، كنظن ان ربي عطاهم عطا المراه الحقوق ديالها كاملين وما خلاها ناقصه حتى شي حاجه. ولكن بالنسبه في التطور اللي كنعيشوا حنايا وكنشوفوا بان المراه خرجت للشارع وخرجت هي للعمل وخرجت هذيك، كنظن انا ما بقاش فرق كبير ما بينه وبين الرجل، رجعوا متساويين في كل شيء، لا في الحقوق لا في الواجبات. انا موافق على هذا المساواه في الارث، واخا هي كتجي بالنسبه للشريعه كتجي شويه الناس اللي كيطبقوا ديك الشيء الدين وهذه كتجيهم شويه ناقصه، ولكن بالنسبه للناس اللي كيتسايروا مع صيروره التطور وهادشي اللي عايشين فيه يقدر يكون موافق على هادشي. لا انا ضد هادشي، هذا حنا نقولوا ديك الشيء ديال الشريعة الله وصافي اللي صافي، شنو غادي نعبروا؟ هادشي اللي كاين باختصار.